اولى فقراتنا رح نبقى بالمساحه الطبيه ورح نحكي عن الحالات والاضطرابات اللي ممكن تصيب قرنيه العين. دائما وقت بنقول العين مثل ما سميتها دكتورتنا لليوم هو العضو النبيل بجسم الانسان لانه ترميمه جدا صعب. امتى اليوم الاجراء الطبي بيروح لقرار طبي باجراء زراعه القرنيه؟ شو هي اهم الاعراض الاسباب ورحله الشفاء ما بعد هي الزراعه؟ تفاصيل كثير مهمه حنحكي فيها مع ضيفتنا لليوم وهي الدكتوره رنا عمران، اخصائيه في امراض العين وجراحتها واخصائيه في زراعه القرنيه. يسعد صباحك دكتوره واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بدايه دكتوره خلينا نعرف شو هي القرنيه، شو وظيفتها بشكل عام؟ القرنية هي الجزء الأمامي الشفاف من العين، هي نافذة العين على الوسط الخارجي وهي العضو أو الجزء الانكساري الأساسي في العين، يعني وظيفتها بشكل أساسي هي انكسارية. طبعا هي عضو شفاف تشبه العدسة اللاصقة ولكن أسمك قليلا من العدسة اللاصقة، لهيك بتلعب دور كاسر كبير في العين. طيب وقت اللي نحن اليوم بدنا نضوي اليوم أكثر شيء أو محور الفقرة اليوم هي زراعة القرنية، يمكن العنوان مخيف والناس عندها فوبيا وقت منقول عين، كنا عم نقول الرمش إذا بيقلب بيعمل لنا مشكلة بالعين. صحيح. فكل يوم اليوم نحن رايحين لإجراء طبي نحكي عنه بالتفصيل عن هي العملية، خلينا هيك نفوت غرفة العمليات ونشرح أكثر. تمام. مثل ما ذكرت القرنية هي عضو شفاف، حتى تقدر تستطيع تقوم بوظيفتها الإبصارية لازم شرطين يتحققوا، إنها تكون شفافة وإنه يكون إلى انحناء معين. أي مرض أو علة أو آفة بتأثر على الشفوفية أو بتأثر على الانحناء بصير في عندي استطباب للعمل الجراحي. نعم. يعني مثلا بعد القرحات، بعد الكثافات، بعض الحصول والاستحالات اللي بتولد مع الإنسان كلها هي بتعمل كثافة بتصير لونها أبيض بتبطل شفافة. أمراض مثل أمراض القرنية المخروطية بتخليها أكثر انحناء، بصير الضوء ما بقى ينكسر بشكل طبيعي. القرنية المسطحة كذلك الأمر. طيف واسع من الأمراض، أي مرض بغير انحناء القرنية أو بيحولها من عضو شفاف لعضو عاتم أو كثيف هو استطباب لزراعة القرنية. شو يعني زراعة القرنية؟ يعني هالعضو اللي قاعد بمقدمة العين بدنا نستبدله هالعضو المريض بقرنية أخرى معافاة. ولكن هو طبعا هذا إله صار سابقا كان هيك بهالبساطة، حاليا من حوالي 20 سنة وجاية صرنا نحن عنا طيف كبير من العمليات بتندرج تحت عنوان كبير هو زرع القرنية مع تطور الطب. يعني تمام دكتورة، يعني ذكرتي انه العملية، خلينا نحكي شوي قديش مدتها؟ هل لها تأثيرات لبعدين على المريض ممكن بعد سنة سنتين خلال زراعة القرنية؟ وهل في قرنية اصطناعية؟ هدول ثلاث أسئلة في سؤال واحد. القرنية واحد زرع القرنية بياكل وقت بين 40 دقيقة لماكسيموم ساعة ونادرا انه توصل لمدة ساعة. شو السؤال الثاني عفوا قبل ما السؤال الثاني؟ انه قديش سالتك اول شيء قديش المده بعدين؟ تمام. هل بتاثر على المريض بالايام القادمه؟ للحقيقه السر بزرع القرنيه هو انك تدرسي المريض بشكل جيد قبل ما تعملي له زرع قرنيه، يعني اذا المريض مدروس بشكل جيد ضغط العين، حس القرنيه، وضع الشبكيه، وجود ماء ابيض، وجود امراض مناعيه مرافقه، وجود قرحات عقبوليه، اذا دارسينه بشكل جيد بتاثر بشكل ايجابي كثير، تنقليه من مريض فاقد الابصار لمريض مبصر وبسرعه كثير كبيره. شو ممكن تتابعي بعدين وتخافي منه؟ بتخافي من كثير شغلات ممكن تاثر على فشل العمليه او على رفض الطعم القرني كونه هو زرع اعضاء. اهم هي الشغلات انه ضغط العين ما يرتفع، اذا ارتفع ضغط العين بتصيري امام خطر كبير انك تخسري هذا العضو اللي زرعتيه، اذا صار رفض مناعي بدك تكوني سريعه جدا بالتعامل معه مشان كمان ما تخسري العمليه وتضطري انك تزرعيها مره ثانيه. في امور كثيره، اذا صار مثلا قرحه، اذا نكس المرض الاساسي على الطعم المزروع، كل هي امور بدك انت تتعاملي معها بشكل كثير ايرجنت وبشكل كثير اجريسيف، يعني ما في مسحه، بفتره كثير قصيره ممكن تخسري القرنيه. لهيك مريض زرع القرنيه هو مريض ملازم لطبيبه. يعني انا مو مثلا مثل اللي عمل مي بيضه زرع هالعدسه وراح، لا، مريض زرع القرنيه هو بده بشكل دوري وبشكل دائم مدى الحياة يراجع طبيبه، وعند أبسط عرض ممكن يشعر فيه هو ملزم يروح يراجع طبيبه أو أي طبيب آخر مختص وعنده خبرة عالية بهالموضوع، لأنه زرع القرنية هي عملية مانا بسيطة وهي عملية كلفتها عالية جدا. فنحن من هالباب مفروض المريض اللي زرع القرنية يكون دائما حريص على نفسه وتحت عين طبيبه بشكل دائم. اليوم التكلفة المادية دكتورة بسبب شراء القرنية صحيح. طيب اليوم من وين طبيا يعني بتحصلوا على هاي القرنية السليمة؟ يعني القرنية هي عضو مثل الكلية مثل الكبد، هي يفترض أنها تقطف
من شخص متوفى حديثا. للاسف نحن لسه عندنا شويه ما عندنا ثقافه اليوم تبرع الاعضاء، ثقافه تبرع الاعضاء منتشرة جدا بالمجتمعات الغربية، ومع أنه في فتوى فيها طبعا ضمن معايير وضوابط معينة أن تكون من غير أي مقابل مادي وتكون بموافقة إما بوصية مسبقة من صاحب العلاقة أو بموافقة زوي بشكل أصولي، فهي موافقة عليها ولكن على أرض الواقع ما أنا موجودة للأسف. ثقافة التبرع غير موجودة، لهيك اللي عم يحتاج زرع عضو عم يضطر يستنى فترة طويلة وعم يضطر يدفع ثمن باهظ جدا لأنه عم نضطر نستوردها من بنوك أعضاء خارج سوريا، فعم توصل بكلف عالية جدا. تمام دكتورة، خلينا نرجع ونتوسع ونحكي عن الأسباب الأساسية اللي بتخلي الشخص اليوم، حكيتي في القرنية المخروطية وفي القرنية المسطحة. الأسباب الأساسية اللي بتخلي فعلا الشخص هو يحتاج لهي الجراحة، رح أذكر لك أشياء الأسباب. مثلا بعد انفقاءات العين أو الإصابات اللي بتصير، أو مثلا الأطفال اللي بنصابوا بالألعاب النارية أو جرح سكين أو ما إلى ذلك، أو قرحة قرنية سواء عقبولية أو فيروسية أو فطرية أو جرثومية، تتعافى الإصابة. مثلا إذا جرح أنت خيطتيه، إذا قرحة أنت عالجتيها، ولكن ما بترجع القرنية صافية وشفافة، بيرجع مكانها في ندبة. هاي الندبة بتخلي انعكاس وانكسار الضوء صار مشوه، فأنت حكما مضطرة تشيليها. بعض الآفات اللي نحن بنسميها استحالات، هي بيكون بنيوية خلقانة مع الشخص ولكن بتظهر بأعمار معينة، كمان بتتحول القرنية من قرنية صافية لقرنية غيمية. الحثول مثل الحسل الحبيبومي، الحسل اللطخي، الحسل اللاتس، كلها بتحولها لمكان شائك وغيمي ما فيك تستفيدي منها. بعض عمليات الساد أو المي البيضاء على بساطة، إذا صار بعض الاختلاطات أثناء العملية بصير عندنا شيء اسمه اعتلال قرنية فقاعي، حكما بيحتاج المريض بعد عملية الساد لعملية زرع قرنية. هي تقريبا هي أشياء الحالات، بس من الحالات اللي كتير شائعة اللي بحب ضوي عليها القرنية المخروطية. وأنا حابة أحكي عنها بشكل خاص لأن القرنية المخروطية إذا أنت اكتشفتي الإصابة ببدايتها بتوقفيها عند حدها وما بقى المريض بيحتاج زرع قرنية. لهيك كتير مهم فحص الأطفال كلهم بمرحلة سن المدرسة. طيب طالما الدكتور عم تحكي عن الاكتشاف المبكر، ودائما نحن بننوه بكل المجالات الطبية انه دائما الكشف المبكر لأي مرض عم بيسهل رحلة العلاج على الطبيب وعلى المريض. اليوم في أعراض ممكن ترافق هذا المريض، هل هو مرض صامت، هل هو بيعطي إشارات انه في مشكلة بالعين، بيعطي إنذار؟ هلا هو ما نصامت ابدا ولكن يحتاج لوعي من الطفل ومن زوي. من الطفل ما بدنا نعول على الطفل لانه كثير تختلف درجه الوعي بين طفل وطفل. اكثر عرض بيلفت النظر بالقرنيه المخروطيه انه طفل اهله عم ياخذوه عند دكتور العيون كل شهرين ثلاثه عم يغير له النظاره. هذا الشيء ما له اعتيادي، هالنظاره خلال شهرين ثلاثه عم تسمك عم تزيد الدرجات النقص والانحراف، هذا مريض حكما لازم يعمل شيء اسمه صوره توبوغرافيا. هي رقم واحد. رقم اثنين، كل طفل او كل اهل عندهم طفل او شخص مصاب بقرنيه مخروطيه بالعائله يجب ان يفحص بقيه افراد العائله. وراثي اليوم وراثي. دكتوره وراثي. بالضبط وراثي، ولا سيما اذا في زواج اقارب، بس حتى لو ما في زواج اقارب حكما بدك تفحصي بقيه الاطفال. الشيء الثالث اللي هو ابسط من كل هالكلام، على فرض الطفل ما شكى وعلى فرض ما في بالعائله قرنيه مخروطيه، اجراء كتير بسيط اني اخذ ابني بين عمر يعني 5 لـ7 سنين اعمل له فحص سواء بمستوصف بعياده، حتى لو الصحه المدرسيه، هي الفحوصات البسيطه تبع لفوق ولتحت بالضبط. فانت تسبري مجموعه من الاطفال ما عم تشوف بغض النظر شو السبب، بتوجهي الاهل انه انت اجباري تاخذ ابنك تراجعه. هذا الموضوع كتير مهم وكتير بسيط. تكون في غباشه بالرؤيه دكتوره او الاجسام القريبه، ما بيشوف بشكل جيد، بس ليش عم اقول لك ما بنقدر نعول على الطفل؟ جزء كتير كبير من الأطفال، إلا الأطفال اللي كتير كتير واعيين، هو ما نحاسس إنه هي غباشة، هو متكيف مع هاي الرؤية ومعتقد إنه هذا الشيء الطبيعي. أغلبهم هدول الأولاد بيحسوا بحالهم على كبار، مثلا رايح يعمل شهادة سواقة بيكتشف إنه هو عين من العينتين ما عم تشوف، رايح مثلا يقدم على دفتر الجيش بيكتشف إنه في عين كسلانة. لهيك الفحص الدوري قبل المدرسة أو بأول سنين المدرسة بغاية الأهمية، وبيخلي الأهل يوفروا على ابنهم يعني فقدان بصر عكوس فيهم يحلوه بشكل كتير بسيط. تمام دكتورة، عم نسمع عن زراعة القرنية بالليزر، هل هو موجود عندنا بسوريا وشو الفرق بينه وبين الجراحة التقليدية؟
جراحة القرنية العنوان العريض اللي هي جراحة القرنية الثاقبة، إنك تشيلي قرنية وتحطي قرنية محلها، هي جراحية حكمة، ولكن ظهرت كتير أنواع جديدة بالعشرين سنة اللي مضيت، زرع قرنية صفيحي، يعني أنت بتشيلي الثلاث أرباع الأمامية وبتتركي البطانة، أو زرع البطانة بتشيلي الجزء الداخلي وتتركي الأجزاء العلوية. هدون الإجراءات ممكن تعمليهم بشكل جراحي، وممكن تلجأ فيهم لشيء اسمه الفيمتو سيكاند بيساعدك بالقص. هلأ نحن بشكل أساسي عنا ببلدنا عم نشتغل جراحي وعم يعطي نتائج حلوة، لأنه صار في خبرات كتير عالية بزرع القرنية، ولكن في فيمتو سيكاند وممكن اللجوء. قول انه مده الجراحه بتاخذ وقت اكثر من الليزر، يمكن هو اسرع، بس كامان اي الامن، الجراحه ام الليزر؟ هلا الفيمتو سكند بيعطيكي دقه اكثر، وخاصه اذا انا عم بحكي على الديب لاميلر، لما انت بدك توصلي لطبقه عم تحكي بالميكرونات، فلما بتشتغلي على الفيمتو سكند بتكوني انت ادق، بس لما عم تحكي على جراحين صار عندهم خبره كثير عاليه وبس اختصاصهم بهذا المجال، فالحقيقه بتصير الجراحه عندهم كثير اجراء بسيط. قد بدهم قلب قوي يعني، بتصير اعتيادي مثل اي مهنه. دكتورة، من جوابك السابق يعني جاوبتي انه اليوم ممكن تصير زراعة القرنية بشكل جزئي وليس صحيح. كلي صحيح. طيب خلينا نروح للمخاطر، هل اليوم في مخاطر ممكن تنتج عن هي العملية؟ شو اهم العناوين؟ مثل اي عمل جراحي، ما في عمل جراحي بالدنيا امن 100%، ولكن زرع القرنية هي من العمليات اللي نتائجها كتير 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 عالية، نجاحها عالي، رفضها قليل، بس المخاطر اكيد موجودة. بزرع القرنية الثاقب اللي هو سماكة كاملة للقرنية، انت عم تفتحي العين بشكل كبير، مفروض يكون مسيطر على ضغط المريض وهو مخدر تخدير عام، مفروض يكون ما في ارتفاع بضغط العين، مفروض تكون الحركات كتير دقيقة وكتير سريعة، لأنه أنت أمامك مجموعة كبيرة من الاختلاطات ممكن تصير معك، لو نسبتها كتير نادرة ولكن هي موجودة بالكتب ومذكورة بالكتب. تمام دكتورة، في أشخاص هنا محظورين أو ما بتقدروا تعملوا لهم عملية القرنية حتى لو كان إنه عندهم هاي المشكلة بالعين، بس هدول محظورين عن هاي الجراحة؟ 100%. كثير سؤالك مهم. مثلا الأشخاص اللي عندهم توعي كثيف على محيط القرنية، هدول نسبة رفض القرنية عندهم 100%، فهدول لو عملتي لهم هن ما بيستفيدوا أبدا. الأشخاص اللي عندهم أدواء المناعة الذاتية مثل داء جوجرين، الجفاف الشديد، هدول بدك تزرعي لهم قرنية صناعية، السؤال اللي حضرتك سألتيني عنه من شوي، اللي هي جزء صناعي بيتركب على جزء طبيعي وبيتخيط بالعين. ففي بعض الأشخاص خيط بقلب العين وإبرة ناعمة، هو 16 قبضة هي بدها القرنية إذا متفرق، إذا متواصل نعمل 8 وبيناتهم متواصل. بس الفكرة أنه فعلا في أشخاص محتاجين قرنية ولكن مو خيارهم القرنية الطبيعية، هدول بتنتقلي لخيار القرنية الصناعية لأنه بكون عندهم إشكاليات كبيرة. أو فيك تزرعي لهم قرنية طبيعية بعض هدول الأشخاص، بس بدهم كتير تحضير سابق، يعني إذا مريض عنده توعي بدك أنت تشتغلي عليه، بدك تعطيه بعض الأدوية تجهزيه لحتى تتراجع هالأوعية إذا كانت حديثة، إذا شخص عنده أمراض مناعي ذاتي بدك تسيطري عليه بأدوية المناعة الذاتية وبالكورتيزونات مشان ما يصير رفض سريع وحاد. طيب إيما، ذكرتي نقطة أنه في بعض الحالات الجسم بيرفض هذا الجسم الغريب اللي دخل عليه، ويمكن المناعة إلى دور كتير مهم. اليوم هل طبيا قادرين انتم تجزموا قبل العمليه اذا كان رح يرفض او لا، او لا هي شغله يعني نسبيه، خلينا نقول بشكل قليل؟ تمام، اي مريض بيزرع قرنيه هو مريض قابل انه يرفض طعم القرني عنده، ولكن في نقطتين بدي انوه لهم. النقطه الاولى انه نسبه رفض زرع الطعم القرني هي اقل نسبه رفض اعضاء بكل زرع الاعضاء، لانه القرنيه خاليه من الاوعيه، فنسبه نجاحها عاليه جدا تصل ل 97%. انا عم بحكي بالحالات الستاندرد، هاي النسبه عندنا موجوده بسوريا دكتوره؟ اكيد اكيد، ما انا ما عم بحكي على حاله خاصه في عنده مشاكل، عم بحكي على النسبه العامه. تمام، فانت امام نسبه عاليه جدا وامام نسبه رفض منخفضه جدا، فاي عين ممكن ترفض، بس الحمد لله انه باغلب الحالات بنقدر ننقذها. طيب اذا صار رفض خلي يكفي انا معك، بس انا بس بدي جاوبك على الجزء الثاني قبل ما اقول لك صار رفض، انه نحن في بعض الحالات بنكون فايتين مسبقا، بنعرف انه هاد نسبه الرفض عنده اعلى من كل المرضى. شو كيف اليوم طبيا يعني بتقدري مثلا تعرفي؟ اللي زارع قرنيه قبل مره ومرفوضه، نسبة الرفض بالزرع الثاني أكثر وبالزرع الثالث أكثر. نعم، هي شغلة. الأشخاص اللي عندهم بعض الأمراض مثل أمراض المناعة الذاتية نتوقع يصير عندهم بعض الإشكاليات، الأشخاص اللي عندهم زرق، ارتفاع بضغط العين، الأشخاص اللي عندهم توعي لو جزئي مو بكامل ال 360 درجة، هدول كلهم أشخاص مهيئين للرفض أكثر من غيرهم، فبدك تكوني شوي أجريسيف من البداية. أحيانا بتضطر تحطيهم على كورتيزون جهازي لو ما في أعراض رفض،
كنوع من يعني الوقايه. الاشخاص اللي عندهم اصابات عقبوليه فيروسيه نضطر نعطيهم مثلا مضادات فيروسيه فمويه جهازيه قبل ما يصير عندي نكس او رفض، بنحضر حالنا للأسوأ. بس اذا نحن عم نحكي عن شخص طبيعي ما عنده اي مشكله وصار عنده رفض، فانت غالبا باغلب الحالات اذا راجعك بالوقت الذهبي ببدايه الرفض فانت اكثر من 90% حتسيطري على الحاله وترجع القرنيه كانها شغله. يعني بعد العمليه فورا اليوم طبيا ما نقدر طبيب يميز اذا تم رفضه او لا؟ بيميز ببدايه الرفض بيميز طبعا، بس بعد العمليه مباشره ما بترفض هي بعد العمليه مباشره. هي عاده اغلب الحالات بتصير بعد شهر، بس انا عم بشوف حالات بالممارسه بتجيكي بعد سنوات، تكوني انت امنتي وخلص مشي حال المريض بيجيكي بعد سنوات رافض. فالرفض باي وقت كان بالحياه موجود، فبدك تحضري حالك انه انت شو الاعراض اللي بتظهر في حالات هل الرفض؟ انا اول ما جاي لي مريض بيقول لي انا والله فايق شوي، حاسه مغبشه ومحمره عيني، بقول له تعال دغري. فعلا بنطلع بنلاقي بدايه كثافه، بنلاقي شويه احمرار. اذا اجاكي فعلا كان واعي اجاكي بالايام الاولى غالبا بينجو. نادرا الاجراء طبي دكتوره او بنروح للادويه؟ لا ادويه اذا اجاكي وما صاير شيء ومو مفتوح العين الادويه بتحل المشكله. بس مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بعد المرضى اللي شوي بعاد، مثلا بمحافظات بعيده ممكن هو يكون المشوار في عبء عليه فيتاخر شوي ليراجع. فاذا صار الرفض قديم بصير غالبا انتهائي، ما عاد فيك تعملي شيء. دكتوره كثير بنسمع عن انه شخص القرنيه عنده قويه او شخص القرنيه عنده ضعيفه، خصوصا الاشخاص اللي بيروحوا لعمليات الليزر او الليزك. شو يعني؟ وضحي لنا شوي. هلا هي مو بشكل الحرفي بس حقلك شو، شخص قرنيته مناسبة للليزر وشخص قرنيته رقيقة أو سماكته قليلة لا تسمح بأي إجراء لجراحة الانكسار. نحن لما مريض يعمل ليزك أو ليزر أول شيء بده يعمله صورة طبوغرافيا قرنية. شو يعني طبوغرافيا؟ يعني بدك تدرسي سماكات القرنية بكل نقطة، وبدك تدرسي انحناءات القرنية وانتظامها بكل نقطة. في بعض المرضى تكون قرنيتهم لا تسمح بأنك تقتربي منها أبدا، إذا ما مديتي إيدك بيكمل حياته كلها بشكل طبيعي وما بيشكي. إذا دخلتي أي مداخلة بسيطة بالليزر العين تحولت لقرنية. لكن هي الإجراءات ما لها علاقة أنه هي بتضعف القرنية أو بتأثر على القرنية؟ شو هي أي إجراءات؟ الإجراءات الطبية الليزر أو الليزر بلا، إذا القرنية ممكن بالأساس ضعيفة ودخلتي على الشخص غير مناسب خلص يعني تحول من شخص طبيعي لشخص ممكن يصير عنده قرنيه مخروطيه، ممكن بتفيق الحاله عنده. بتفيق الحاله هي الكلمه المناسبه. دكتوره الاشخاص اللي راحوا لهذا الاجراء الطبي وقاموا بزراعه القرنيه ممكن اختلف شويه نظام الحياه عندهم. أكيد. صار في ممنوعات المفروض يبتعد عنها، كيف اليوم قادر هذا الشخص يتعايش مع الوضع الجديد؟ شو هي اهم التوصيات؟ تمام. هلا هي على قلبك اهم التوصيات بالمراحل الاولى. اهم شيء انك تقولي له انت مثل الزر، القرنيه مثل الزر مخيط ب 16 قطبه، ممنوع تعرق عينك على الاقل. نحن عم نحكي بالفتره الاولى ممنوع تحمل شيء ثقيل لانه اي اجهاد فوق العاده ممكن لا سمح الله تفتح القرنيه. كثير بنخاف وخاصه عند الاطفال من المشاجرات، لانه اي ضربه قريبه من العين ممكن تفتح القرنيه، ممكن يروح الطعم او ينرفض الطعم. فانت بتطلبي من المريض يكون يعني كالم وسالم، يعني حياه طبيعيه بالحد الادنى. حتى الشباب اللي بيلعبوا بالجيم بنطلب منه انه على الاقل اول سنه يبعدوا، بس لما بده يرجع ما يرجع بالرتم القديم، ما يرجع يحمل تمهيد القصص، يعني يرجع بهدوء يعيش حياته قريبه للطبيعي. هلا لما بتعيشي حياتك قريبه للطبيعي بتعبري، بس انه ما عاد في شيء بقى فوق العاده، ما في شيء عنيف بالحياه. واهم شيء يبعدوا عن المشاجرات لانه هي كارثيه. اكيد معلومات كثير مهمه قدمتينا اياها دكتوره، واكيد يعني بدنا نشكر حضورك معنا ونتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم، صباحكم سعيد. شكرا لك دكتوره رنا، وشكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها بالامكانيات اللي دائما نحن متاحه ضمن الظروف الحاليه. بتمنى لك التوفيق برحلتك الطبيه. شكرا لحضرتك. شكرا لكم.